مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ جيد، أليس كذلك؟ تعالوا للتصويب على البالونات، الجميع فائز. يبدو أن هذا سهل. أوه، انظري كريبي، أليس ذاك الأرنب هو الأجمل؟ بالنسبة إلى أرنب مزيف محشو، طبعا هو الأجمل. خلوني من هنا، ربح، وصلت أولا. الجائزة الكبرى لنصرح، لنمرح. أعطني ثلاثة. أتمنى لك التوفيق. هذا الأرنب هو لي. من الأفضل أن تحاولي مجددا، أو شكي أن تفعلي. هذا مؤسف جدا، يا له من حظ عاثر. أتمنى لك حظا أفضل في المرة القادمة. أنا أريد ذلك الأرنب. مخيفة. لم آتي إلى هذا الجزء من المعرض من قبل. أهلا وسهلا بالجميع، تقدموا لمشاهدة هذا العرض المخيف، الأفضل والوحيد، الصبي العنكبوت. نصفه بشر ونصفه الآخر عنكبوت يأكل العصافير. منظره مخيف جدا. هذا مؤكد. تفضلوا، المكان يتسع للجميع. لماذا لا نذهب ونركب الدولاب؟ أرجو ألا تصرخوا أو يغمى عليكم، فهذا يغضب المخلوق الغريب الذي هو غلطة الطبيعة. سيداتي وسادتي، ابقوا على مسافة من الخطر المتمثل فيه، الصبي العنكبوت. واو، ما رأيك؟ أنيابك جميلة. شكراً. عنكبوت يأكل العصافير، واو. أنا اسمي كريبي، وهذه هي صديقتي كريس أليس. تشرفنا. تفضل يا صغيري. كان ذلك مقرفاً، لنعيد الكرة. لم أقصد إخافتها، ولكن ماذا عنك؟ لا تبدين خائفة. لماذا أخاف؟ إن سمك يعتبر غير قاتل للبشر. أنت تخرج الأسيدة من معدتك وتبصقها فوق فريستك قبل أن تلتهمها؟ حسناً، سمي هو تركيبة فريدة من الأسيد والأنزيمات. أيها الصبي العنكبوت، لدينا عرض جديد بعد 5 دقائق. كريبي، حلمت بأنني رأيت ذلك الصبي ذلك الصبي العنكبوت هو غريب ومخيف جدا كريبي.
إن كان شكله مخيفاً فهذا لا يعني أنه غريب. التفاح بالكراميل، تفاح ساخن ومقرمش. رائع! كان هذا عرضنا الأخير لليوم. عودوا غدا لمزيد من مشاهد الرعب. أتعرفين ما هو أجمل شيء في العمل في الملاهي؟ البطاقات المجانية. قضيت وقتا ممتعا. هاي، أترغبين بتناول التفاح بالكراميل؟ تناولي قدر ما تشائين، أمي تصنعها. أمك تعمل هنا أيضا؟ نعم، لقد عشت في الملاهي طوال حياتي. تلك هي عربتنا هناك. في الواقع علي أن أدخلها لحظة. هلا انتظرتك؟ بالطبع. عقد أتى. كريبي. عفوا، ولكن هل أعرفك؟ هذا أنا، صبي العنكبوت. الصبي العنكبوت؟ اعذريني، لقد كنت أبدل ملابسي. ماذا حل بيديك ونبيك وشعرك؟ إنه مجرد زي، اسمي هو سكيبر. كان ذلك تمثيلاً؟ أنا أفعل هذا منذ صغري، هل من مشكلة؟ لقد كنت... حسناً، لا، لست كما توقعتك. أفهمك. هو بارع في التمثيل، أتريدين قدمه؟ طبعاً. ثمة حشرتان في التفاح. العناكب لديها أنياب حادة، لا تستعملها لمضغ الطعام بل لإفراز سم بالفريسة التي يعضونها. هذه السموم تحول خلايا الفريسة إلى سائل يسهل امتصاصه. سوائل.